امبارح فخامه الرئيس لما كان في بني سويف فاعلن عن مجموعه من القرارات. هذه القرارات الحقيقه هي قرارات اجتماعيه بالدرجه الاولى، ممكن تسميها حزمه من الحوافز زي ما انت عايز، مش دي المساله. المساله الرئيسيه انه هذه القرارات ان صبت انما تصب في صالح فئه واسعه جدا، او تقريبا 5 أو 6 فئات. بنتكلم على شريحه واسعه جدا من المستفيدين من هذه القرارات، تقلل جدا من حجم الاعباء اللي على كاهل المواطن في ظل ازمه اقتصاديه تضرب العالم، ولا زالت للاسف الشديد الازمه دي مستمره في الدنيا طالما انه الحرب مستمر. بس هيبقى في عندنا أسئلة، أسئلة متعلقة بأنه يا ترى هل ترى هو هذه الحزمة هذه القرارات هتصبح فاعلة من إمتى؟ ده مهم. طيب ويلا بينا بقى كمان نحاول نفهم ونفند هذه القرارات أو هذه الحزمة، نشرحها نشوف هيوصل للمواطن إيه، ده مهم جدا. معانا على تليفون الأستاذ أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حسين، ازاي الصحه كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. طيب نبدا الاول بتذكير بمجموعه القرارات اللي صدرت من فخامه الرئيس امبارح. اولا مساء الخير طبعا على الفل. حضرتك وعلى جموع المستمعين ومشاهدين حضرتك. وفقا لتوجيهات فخامه السيد الرئيس وجه بحزمه من الزيادات الجديده للعاملين واصحاب المعاشات وبعض الفئات في المجتمع، نستعرضها على النحو التالي. بداية طبعا كان في مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بدل ما هي 300 جنيه أصبحت 600 جنيه، بيستفيد منها الفئات التالية: العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودول عددهم 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، العاملين بالهيئات الاقتصادية ودول عددهم 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ودول عددهم 250 الف موظف بتكلفه 900 مليون جنيه. هذه الحزمه يستوجب العمل بها هو اصدار قانون من خلال مجلس النواب. الجزء الاخر طبعا من هذه الحزمه هو تقرير منحه استثنائيه لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئه 300 جنيه بزياده 300 جنيه عما هو كان قائم ب 300 اصبح 600. يستفيد منها 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه. هناك أيضا زيادة الفئات الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. طيب قبل تكافل وكرامة يا أستاذ أحمد، بخصوص المعاشات هل دي هتحتاج لمجلس النواب ولا لا؟ نعم هتحتاج طبعا تعديل قانون، هتصدر بموجب قانون طبعا سيادتك. فيما يتعلق حضرتك بزيادة الفئات الممنوحة المستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، بيستفيد من هذا البرنامج الاجتماعي 5 مليون أسرة، التكلفة لل 15% هي 4.5 مليار جنيه. جدير بالذكر ان احنا عايزين نذكر بس ان هذه الزيادات لهذه الفئات شهدت بالنسبة للعاملين مضاعفة علاوة غلاء المعيشة والمنحة لأصحاب المعاشات هي الزيادة الرابعة خلال سنتين. كان زيادة كان في إبريل 22، تلاها في نوفمبر 22 كان في زيادة، ثم في إبريل 23 في زيادة، بالإضافة للزيادة الرابعة اللي احنا بنتكلم عليها دي لقاعدة عريضة جدا من المواطنين سواء كان عاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات. بالنسبة للتكافل وكرامة كان في زيادة في إبريل الماضي بنسبة 25%، بالإضافة للزيادة الحالية 15%، يعني بنتكلم على زيادة مجموعها 40% في ابريل والزياده اللي احنا صددناها. الجزء الاخر هو رفع الحد الادنى للاجر من 3500 للدرجه الثالثه ليصبح 4000 جنيه للدرجه الثالثه، وده طبعا فكره الحد الادنى هو استهداف اصحاب الدخول الاقل برفع دخولهم بما يتناسب مع الاوضاع المعيشيه القائمه. الاجراء الاخر هو زياده حد الاحصاء الضريبي، وده بالمناسبه بيستفيد منه العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وده يستوجب تعديله او يستوجب قانون. زياده حد الاحصاء الضريبي بنسبه 25% بعبء قدره 4.5 مليار جنيه، هو ده مش تكلفه بقى هتدفعها الخزانه، لا ده كان مبلغ هيقول للخزانه ما عادش يقول ليها نتيجه رفع هذا الاحصاء، فبالتالي هيستفيد به الموظف سواء كان موظف في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. مهم جدا ان احنا عايزين نذكر ان احنا كان في شهر 6 الماضي 6/23
كان في قانون صدر رقمه 30 لسنه 2023 كان عدل بعض احكام قانون الضريبه على الدخل ورفع حد الاعفاء من 24000 الى 36000 زياده 50%. يعني ببساطه عايزين نقول ان رفع حد الاعفاء من شهر 6 اللي فات والزياده اللي احنا ابتدادها بنرفع من 24000 الى 45000، يعني زياده قدرها ما يقرب من حوالي 90%. وده بيستفيد منها، بناكد استفاده هنا، بيستفيد منها العامل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ودي حته مهمه جدا. ده هذه الحزمه من الاجراءات تكلفتها السنويه تقدر بحوالي 60 مليار جنيه. طيب بما انه احنا ذكرنا التكلفه السنويه حوالي 60 مليار جنيه، عايز ارجع هنا بقى لنقطه عدد المستفيدين من هذه الاجراءات. حضرتك ذكرت كل قرار وعدد المستفيدين منه، فتقريبا يصل كده عدد المستفيدين لكم مليون؟ احنا بنتكلم على سيادتك المضاعفه علاوه غلاء المعيشه، بنتكلم على جملتهم 5.1. بنتكلم سيادتك على المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات، بنتكلم على 11 مليون. نتكلم على تكافل وكرامه، وده سيادتك 5 مليون اسره، ووفقا لتركيبه الاسره قد يكون تركيبه الاسره قوامها فرد او اثنين او ثلاثه او اربعه، لو قلنا متوسط ثلاثه انا بنتكلم على 18 مليون على ال 11 سيادتك، بنتكلم على 30 على الخمسه 35. زيد على هذا بقى زياده حد الاعفاء الضريبي اللي بيستفيد منه في جزء من العاملين في الدوله اللي هو ال 5.1، بالاضافه للقطاع الخاص اللي هو ما يقرب من حوالي نقول 20 مليون. لو ضفنا ال 20 على هذا الرقم هنلاقي بنصل لما يقرب من حوالي 40 45 مليون مواطن بيستفيد من هذه الخدمه. طيب. واعتقد دي قاعده عريضه جدا من المواطنين سواء كان عاملين او اصحاب معاشات او برامج حمايه اجتماعيه او عاملين في القطاع الخاص. اذا انا بتكلم على اكثر من 30 مليون مواطن بيستفيدوا بشكل مباشر من وراء زياده ايرادهم الشهري ايا كان. نعم. هو معاش أو تكافل وكرامة أو راتب لأنه لازال في قوة العمل، أكثر من 30 مليون مواطن يستفيد بشكل مباشر، ثم نعم. استفادة غير مباشرة متعلقة بالتخفيف من الحمل الضريبي على المواطن. نعم. ودي يستفيد نعم. بها قطاع واسع جدا، لأنها مش بس الحكومة زي ما حضرتك ذكرت، وإنما الناس اللي بتشتغل في الدولة واللي بتشتغل في القطاع الخاص. نعم نعم هي الخدمة طبعا لها طبعا تبعات وآثار طيبة جدا، وخاصة زي بنقول كده ان هي بتيجي ضمن مجموعة من الحزم اللي تم تقريرها قبل كده للتخفيف على كاهل المواطنين، وبتستهدف قطاع عريض جدا من الشعب المصري سواء كان عامل او صاحب معاش او صاحب او برامج حماية اجتماعية اللي احنا بنتكلم عليهم تكافل وكرامة. عظيم جدا. المجلس النواب المصري هيبدأ دور الانعقاد الجديد في اول اكتوبر ان شاء الله. نعم. وفور مناقشة هذه القوانين وإقرارها بترفع لفخامة الرئيس ثم يتم نشرها في الجريدة الرسمية والعمل بها على الفور. وأجهزة الدولة طبعا يعني بالنسبة لنا احنا كوزارة مالية في جزء من هذه التكلفة بيتحملها الباب الأول في الأجور، وفي جزء في الباب الرابع اللي هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية هيتم استيعابها من خلال الاعتمادات المدرجة في الموازنة، وده طبعا يعني انفاذا للتوجيهات الرئاسيه الصادره في هذا الشان. طيب استاذ احمد، انا هقول لك السؤال اللي الناس بدات تتكلم فيه بدءا من النهارده، انه يعني طب يا ترى وهل كل المؤسسات المعنيه بهذه القرارات هتطبق، ولا ان في بعضها ممكن يطلب التاجيل او يعمل نفسه مش واخد باله؟ أعتقد سيادتك إن 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 دي مش أول، يعني مش إحنا بنتكلم على زيادات متوالية، فبالتالي سوابق الأمر إن أي إقرار لقانون هو ملزم لكافة الجهات الإدارية، وعدم التنفيذ يعد مخالفة يستوجب المساءلة القانونية، وده زي بقول لحضرتك مش 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 تجربة جديدة، لا ده في وقائع قبل كده، إن حضرتك كل هذه التوجيهات وكل هذه التشريعات لدى أجهزة الدولة لابد إن تكون محل تنفيذ لدى الشارع. بما فيها الهيئات الاقتصادية مش كده؟ نعم، بما فيها الهيئات الاقتصادية، بما فيها الهيئات الاقتصادية فندم، وبما فيها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفيها يعني يعني معنى صح دي قوانين ملزمة لجهاتها على تنفيذها. ده أمر فورا نشرها في الجريدة الرسمية في اليوم. نعم. التالي للنشر، عشان ابقى دقيق، في اليوم التالي للنشر. عظيم، انا بشكرك جدا استاذ احمد، الاستاذ احمد السيد رئيس الاداره المركزيه لموازنه الايرادات العامه للدوله، الف الف شكر على هذه او على هذا الشرح.